اهلا بكم مشاهدينا وجوله جديده في عالم الصحافه المحليه والعربيه والعالميه. صباح الصباح اليوم ونبدا بالصحف المحليه وجريده الاهرام. مصر والسعوديه وحده الاراده والمصير. السيسي وابن سلمان تطوير علاقات الثنائيه في جميع المجالات. تعميق التحالف الاستراتيجي بين البلدين وجهود مشتركه لمواجهه الاخطار على امن المنطقه واستقرارها. جريده الوطن. مصر والسعوديه تحالف استراتيجي لمواجهه التحديات. توقيع 14 اتفاقية بين القاهرة والرياض ب 7.7 مليار دولار. مجلس النواب يقر الموازنة الجديدة 39 مليار جنيه زيادة في الأجور وتعويضات العاملين. وزير البترول مصر بوابة نموذجية للسوق الإفريقية والشرق الأوسط. صحيفة الأخبار. الرئيس في كلمته بمنتدى أسوان للسلام والتنمية. أزمة الغذاء تتطلب تنويع المصادر وتأمين سلاسل الإمداد للقارة الإفريقية. مدبولي باب مفتوح لأي مستثمر ومستعدون لحل كل المشكلات. من أخبار الرياضة. الأهلي بقائمة غيابات يواجه المحل اليوم والزمالك أنهى استعداداته للقاء البنك اليوم. اليوم السابع. انتهاء امتحان المواد غير المضافة بالثانوية وبدء الامتحان في المواد الأساسية الأحد. التعليم. الأسئلة من المنهج وتسليم مجلد المفاهيم للطالب باللجنة. مصر تضع نفسها على خريطة السوق الأدوية العالمي. مشروعات قومية وقوافل طبية بمبادرة حياة كريمة. ونتحول إلى الصحف العربية ونطالع من صحيفة الشرق الأوسط اللندنية. الأمير محمد بن سلمان يجري مباحثات مع الملك عبد الله الثاني. اختتم زيارته للقاهرة بتوافق سعودي مصري على التعاون المشترك وتعميق التحالف. تجديد عماني أممي على استدامة هدنة اليمن. والحوثيون ينقلون قطعا أثرية من متاحف في صنعاء إلى أماكن مجهولة. تداول 9 أسماء لتشكيل الحكومة العراقية. الاتحاد الإماراتية. مصر والسعودية إرادة مشتركة ووحدة مصير. السيسي ومحمد بن سلمان يؤكدان التصدي للمخاطر التي تهدد أمن المنطقة. انهيار الليرة يفاقم أزمة الخبز في لبنان. خبراء للصحيفة. العراق أمام أزمة دستورية والحل بيد المحكمة الاتحادية. اللواء اللبنانية. استشارات تسمية غدا. مفاجأة جرنبلات تربك العهد والحلفاء وتنفيذ اتفاقية الغاز في الملعب الأمريكي. سفن أمريكية تطلق النار تحذيرا تجاه زوارق إيرانية قرب مضيق هورمز. عمان العمانية. الفصائل الفلسطينية. انهيار الائتلاف الحكومي الإسرائيلي دليل على هشاشة الوضع الداخلي. رئيس وزراء إسرائيل يعتزم حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة. إعادة 16 طفلا وست أمهات من أفراد عائلات متشددين بلجيكيين من سوريا. ونتحول للصحافة العالمية والبداية من نيويورك تايمز الأمريكية. لجنة التحقيق في أحداث 6 يناير تكشف أن ترامب مارس ضغوطا على المسؤولين في ولايات رئيسية لإلغاء نتيجة الانتخابات والزعم بفوزه. انهيار الحكومة الإسرائيلية يعطي نتنياهو فرصة جديدة للعودة إلى السلطة من خلال انتخابات مبكرة الخليفة القادم. ونبقى مع الصحف الأمريكية ومن واشنطن بوست. في جلسة الاستماع العلنية الرابعة لجنة التحقيق في الهجوم على الكابيتول تكشف أن الضغوط التي مارسها ترامب أدت إلى اندلاع أعمال العنف. في زيارة غير معلنة المدعي العام الأمريكي في كييف لتشكيل فريق يساعد في محاكمة مرتكب جرائم حرب في أوكرانيا. توقف قطارات بريطانيا في أكبر إضراب للسكك الحديدية منذ 30 عاما. الجاردن البريطانية. روسيا تهدد بعواقب وخيمة بعد فرض ليتوانيا قيود على نقل بضائع إلى كالينغراد. دراسة جديدة. بريكزيت يفاقم أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا. مع تصاعد حدة التوتر تايوان تدفع بطائرات في رسالة تحذير لبكين بعد دخول مقاتلات وقاذفات صينية أجواءها الجوية في أكبر توغل منذ مايو الماضي. الجارد أو لموند الفرنسية. بعد خيبة أمله في الانتخابات التشريعية ماكرون يحاول كسر الجمود السياسي بلقاء ممثلي مختلف القوى السياسية في الإليزيه على الطريق إلى ماربول. سكان اختاروا العودة إلى الجحيم. تزايد الإصابات بكوفيد 19 مجددا في أوروبا.
وإلى أبرز التصريحات التي أوردتها صحف اليوم من صحيفة الوطن: الرئيس عبد الفتاح السيسي: أمن الخليج امتداد لأمننا القومي ونرفض أي ممارسات تستهدف المساس به. الخليج الإماراتية: الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط: لمست عزم الجزائر على إنجاح القمة العربية المقبلة والتي تعقد بعد 3 سنوات من القمة الأخيرة في تونس. الإندبندنت البريطانية: بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا: أعد بأن تكون المملكة المتحدة ثابتة في دعم أوكرانيا وأضمن لها مساعدات عسكرية وسياسية ومالية من المجتمع الدولي. بعيدا عن السياسة، نقرأ من صحيفة الأخبار: تمكن القرويون في كمبوديا من صيد سمكة غريبة من نهر ميكونغ وصل وزنها إلى 300 كيلوغرام، ما دفع الباحثين إلى دراستها وتبين أنها مهددة بالانقراض، وأطلقوا عليها اسم بورمي باللغة الكمبودية. وأشار فريق البحث إلى أنها تعد الأكبر بالمياه العذبة عالميا. ومن الديلي تيليغراف البريطانية كتبت: يبدو أن تناول وجبة الإفطار عند الاستيقاظ من النوم تحول دون فقدان الوزن حتى وإن كان الطعام صحيا، والأفضل الانتظار بضع ساعات قبل الأكل، وهو الأمر الذي يسمح بفقدان الوزن الزائد والتمتع بصحة جيدة. وبحسب خبير بريطاني، فإن 14 ساعة بين وجبتي العشاء والإفطار تساعد في فقدان من 4 إلى 11 لترا على مدى عدة أشهر. ختام جولتنا الصحفية، دمتم في أمان الله.